لغة الدرجة دي بتيجي من صخب الشارع، من صخب الشارع، من قلب الناس، فهي بتعبر جنيه ولا الكرنيه. بقشيش هي كلمة من أصل فارسي دخلت اللغة التركية، وكان معناها الهدية أو الإكرامية أو الحاجة اللي بتدفع لقاء الخدمة. لكن في مصر زي ما حضرتك بذكاء شديد وبلمحية لفت الانتباه في أول كلامنا قبل التقرير، إن هي أصبحت عادة وفرض، فرض إجباري، يعني فرض واجب إن أنت تدفع بقشيش. فطبعا هي أصبحت عادة مجتمعية سيئة ولا تضيف للمجتمع، لأن هو متوقع إن هو عامل أو لم يعمل سيجد البقشيش، وده مفهوم طبعا غير وارد. ده هي أصلا البقشيش مفهوم منها إن هو بيؤدي خدمة لحضرتك، فأنت بتديله مقابل تبس أو عمولة أو بقشيش أو غيره أيا كان المسمى. فلما تفاجئ ان دي فرض عليك ودون كمان ابداء عمل، دي بتبقى ظاهره خطيره جدا، ظاهره مجتمعيه خطيره. بدون ابداء عمل يعني زي ايه مثلا؟ يعني بص حضرتك داخل مثلا في مكان تشتري اي شيء او كتب او حاجه، البائع مستني منك ان انت تديله بقشيش، مع ان هو ليه لقاء عمل. يمكن احنا اتكلمنا في الاول ان دي موجوده في مجتمعات، بس في مجتمعات ما فيهاش كده. مجتمعات شرق اسيا بتعتبره حاجه محظوره وغير واجبه خالص. يعني مش هنقول لك المجتمعات الأوروبية أو المجتمع الأمريكي، طبعا كل مجتمع ليه الكالتشر والسب كالتشر بتاعته، الثقافة الفرعية والثقافة الأساسية. لكن في آسيا بيعتبروا إن ده إهمال في العمل، أنت ليك أجر على عملك، لقاء عملك، فما تطالبش بأي شيء زيادة عن الأجر ده.